السلام عليكم. حنتكلم على الروت لوكس ديزاين، يعني الديزاين باستخدام الروت لوكس. عندي الكنترولر ديزاين باي ذا روت لوكس ميثود. الروت لوكس ميثود زي ما حكينا از ميثود تو ديتيرمن جين كي such that the dominant poles of unity gain closed loop system come close to a desired location. عادة انا بدي اطلع على الكاركترستيك اكويجن تبعتي للسيستم، فحسب البلاك دياجرام بيطلع عندي الكاركترستيك بالشكل هذا. هذا بتمثل لي الزيروز مضروبة بالكي، وهنا بتمثل لي البولز اللي عندي اللي بدي اجيبها عشان اجيب الكاركترستيك اكويجن. فلما اجي اعمل اعادة الكتابة تبعتها، هذه كي بدها تساوي هاي الزيروز وهاي البول وهذه ماينس واحد، او بعبارة تانية الكي في الماجنيتيود تبعت البولز، الزيروز على الماجنيتيود تبعت البول بدها تساوي واحد، والفيز عندي بدي ساوي السالب، يعني بدي ساوي اي في 180 درجة، والاي عندي بدها تساوي من ماينس ثلاثة ماينس واحد واحد ثلاثة خمسة، يعني اي بدها تساوي اد نمبر. الان هذه القواعد اللي حكينا عنها للروت لوكس: the loops start at k equal 0 and the end poles of the open loop at the end poles of the open loop transfer function اللي هي اللي عندي. The number of loops is equal to the order of the characteristic equation. يعني لو عندي الاوردر تبعت characteristic equation 4 يبقى عندي 4 loops. The root loops ends at k بتساوي infinity at M0 اللي عندي. If M is less than N بيصير عندي اللوس الباقي بتروح لوين؟ لانفينيتي اللي حطيناها. Portion of the real axis are sections of the root locus if the number of poles and zeros lying on the axis to the right is odd number. زي ما حكينا عادة بيجي لليمين منها بيبقى عدد فردي سواء من البولز والزيرو. الآن those loops terminating at infinity tend towards asymptote at angles relative to the positive real axis given by اللي عندي pi على n minus m pi 3 pi على n minus m 5 pi على n minus m، وبقدر اروح على هاي المعادلة اللي بتحكمنا في هذا المجال. هاي 3 axis poles هنا يعني على 60 درجة، هذه 120، هاي هنا 4 axis 90 45، هدول اللي بنحكي فيهم الآن. ال intersection z هذه بدها تساوي summation لل poles minus summation لل 0 على ال n minus m، هذه سميناها ال intersection. ال intersection of the root locus Lucy with the unit circle can be calculated by jury, by linear transformation, route heuristics, or geometrical analysis. The breakaway points اللي عندي باخذ ال dk على dz بدها تساوي الزيرو في هذا المجال. الآن هاي عندي example للروت لوكس. هذا عندي 1 بول بده يروح لانفينيتي، هاي 1 بول 1 0، البول بروح لوين؟ للزيرو. هاي 2 بولز، 2 بولز بدهم يروحوا at 90 degrees، لأن الريلاتيف ديجري هنا عندي ايش؟ 2، فبدي اخذ باي على 2 بدها تعطيني 90 وناقص 90 في هذا المجال بلس اور ماينس. هاي 3 عندي، واحد يعني هدول لو واحد راح على الزي ايش اللي بدي يحصل؟ الثاني مش هيعمل لي سيمتري، بس هدول بيجوا بتلاقوا البولز في نقطة هاد وبعدها بيعملوا السيركل، واحد بروح على الزيرو والتاني بروح ات انفينيتي، وهذا الشكل اللي احنا بنطلع عليه. الان لو البولز عندي هنا اجى الزيرو بتوين ذا تو بولز، واحد بروح لهادي والتاني بروح لوين؟ لانفينيتي الموجود عندي. لو اجوا البول كومبلكس بيحصل فيهم اثنين بتقابلوا على عند الريال اكسس، واحد بروح للزيرو والتاني بروح لانفينيتي. في هذا الشكل حافظت على السيمتري اللي عندي في هذا المجال. وده بنطلع هاي الانجل اللي بيعطيني، هنا عندي 3 بولز، 3 بولز اللي عندي حتعطيني 60 degrees angle، باي على 3 بتعطيني 60،
هاي الستين اللي عندي، فهذول حيلفوا زي هيك، وهذا حيلف بهذه الطريقة ويروح لإنفينيتي، وهذا رايح على الإنفينيتي اللي عندي. هاي هذا أعطتني 90 ديجريز، وده بحسب الزي حتعطيني الخط هذا، بس هذا حتعطيني من دي كي على دي زي، حتعطيني النقطة الموجودة عندي هان، وهذه عندي هاي الزيرو الموجود هنا، وهاي التو بولز اللي بدهم يروحوا لإنفينيتي في هذا المجال. اللاين اوف كونستانت دامبنج ريشيو زيتا ان دي اس دومين، انا هنا ايش جاي من البروتوتايب تبعنا، البروتوتايب للسيستم ايش حكينا بدي يساوي، اوميجا ان سكويرد على اس سكويرد بلس 2 زيتا اوميجا ان اس بلس اوميجا ان سكويرد، ولو سولف فور اس 1 واس 2 بدها تعطينا ماينس زيتا اوميجا ان بلس اور ماينس جي اوميجا ان السكوير روت لل 1 ماينس زيتا سكويرد، ومنها بدي اجيب الزي 1 وزي 2، زي 1 وزي 2 حتعطيني اي تو ذا ماينس او اي تو ذا اس 1 اس 2 في التي اللي عندي، والزي بقدر امثلها على شكل ماجنتيود اللي هي بتعطيني هذه الصيغة، او الفيز اللي بتعطيني الصيغة الثانية اللي هي الجزء الموجود عندي هذا. For fixed zeta as omega n increases z decreases exponentially z والزاوية increases linearly اللي عندي. Settling time TS بدي ساوي خلينا نقول for 5 within 5% حتعطيني 3 على زيتا اوميجا ان، او لو بدي على 2% حتعطيني 4 على زيتا اوميجا ان، وعادة ما بنستخدمش احنا الثلاثة، بنستخدم 4 او 4.2 4.5 او 5، الكتاب بيستخدم 4 بشكل عام، فاحنا بنمشي عليها في هذا المجال. الان هذا اعطتني الديزاين ريجن اللي انا بصممها، وهذه اعطتني الديزاين ريجن الموجوده هاي، يعني الاس 1 واس 2 والبروتوتايب هذه جايه من وين؟ جايه من السبيسيفيكيشن، عاده زي زيتا بتيجي من الاوفر شوت، والاوميجا ان بتيجي سواء من الرايز تايم او السيتلينج تايم عندي للسيستم. وهذا بنحدد منه الديزاين ريجن، وبناء عليها بدنا الروت لوكس امور في الديزاين ريجن زي ما احنا تكلمنا سابقا عندي في هذا المجال. هاي عندي اكزامبل، عندي السيستم ديزاين كومبنسيتر فور سيستم والتي اف ايش بتساوي عندي 1 على اس سكوير ساتش ذات زيتا جريتر ايكوال 0.5 هاي اللي عندي، وتي اس بلس اور ماينس 2% فور هذا لسور ايكوال 1 سكند فور ستيب انبوت. الان من هدول بدنا نجيب الايش الاف دي بدي يساوي الاف ان اللي هي الديسكريت فريكونسي، هذا يساوي 1 ماينس زيتا سكويرد بيساوي 1 هرتز، فانا بدي اجيب الاف ان اللي عندي من هذا، بدي تطلع عندي تشوز سامبلينج فريكونسي 10 تو 20 تايمز اللي عندي، فالاف اس اذا هذه بتساوي 1 هرتز تقريبا، الاف اس بدها تساوي كام؟ 20 هرتز اللي عندي، 20 هرتز كورسبوند تو 0.05 تي، لان بدها تساوي 1 على اف اس، التي بدها تساوي 1 على اف اس. الان بحول السيستم هذا للجي اوف اس لجي اوف زي، فبتعطيني ايش؟ 0.0125 زي بلس 1 على زي ماينس 1 سكوير. بنلاحظ هنا في عندي السيستم في دبل انتجريت. الان منه بدي اصمم بناء عليها، بجيب قيمة الديزاين ريجن اللي عندي، وبحسب الدي زي اللي عندي اللي هي بتساوي كي في زي ماينس 0.7 على زي بلس 0.8، وهدول بحسبهم من حسبة الزوايا زي ما احنا فرجيناكم في الكلاس. الريزلت بعمل سيميوليشن للسيستم، بلاقي السيستم اعطاني اوفر شوت تقريبا 30% او قريب ل 37%، السيتلينج تايم تقريبا 0.4. اذا بلاحظ على السبيسيفيكيشن ايش هذا السبيسيفيكيشن اللي معطانا اياها. الان دروينج ذا روت لوكس اللي عندي لو بدي ارسمها، هاي الكي وهاي الزي ماينس 1 والزي ماينس 5، هذا اكزامبل تاني.
وهاي السبيسيفيكيشن الموجودة عندي، هاي الانترسكشن بلاحظ الزي عندي هاي تساوي 0.707 بلس اور ماينس، النمبر اوف بولز بي بدها تساوي 2، النمبر اند ذا نمبر اوف بولز زي ايكوال 1 يلز بلس اور ماينس 180 على بي ماينس زي، اللي بيعطيني قديش بلس اور ماينس 180 درجة الموجود. يعني هذا وقع على الروت لوكس في هذا المجال، وزي ما حكينا احنا لما نقع على الروت لوكس هي هذه كيف نحدد الديزاين ريجن الموجود عندنا، بنحددها هاي هذه الخطوط اللي بتمثل الزي اللوسي والزي دومين والزيتا والاوميجا ان تأثيرها على السيستم اللي عندها. هاي اوميجا ان، قيم اوميجا ان هذه بتحدد الكورسبونس تو الخطوط هذول، الميلات هذه للزيتا، هنا زيتا 0.9، هنا زيتا 0.8، هان زيتا بتساوي 0، فهذا بتحدد عندي قديش الزيتا، وهاي السامبلينج فريكوانسي الموجودة عندي، هذا الخط بحدد لي السامبلينج فريكوانسي الموجودة في هذا المجال. بنحدد ديزاين ريجن، فاحنا بدنا نسوي هاي اكزامبل تاني. هاي السيستم اللي عندي، عندي اكتويتر 0.64، الكار بيرتنر بيساوي 1 على اس، اللي عندي التوتال لود بدي يساوي كي ايكوال 1 اللي هي بتساوي 50 على 5 اس بلس 1. فلما بدي اجي اطلع على الجي اف اس عندي للسيستم بتساوي 6.4 على اس بلس 1 في اس بلس 2، لما بدي احولها للديسكريت بتعطيني هاي المعضل الموجود عندي. لما بدي احسب هاي سيجما عندي 1، بدي اساوي 1 على تي سي بدي اساوي ماينس 2، منها بقدر اجيب الاي تو ذا سيجما تي اللي بتعطيني 0.9048. الان هاي الساتلايت بوزيشن كنترول اللي عندي، الدي زي الموجود عندي، هاي السيستم تبعي اللي زي اللي شفناه قبل شوية، وهاي الدي زي، وهنا الفيدباك بيعطيني الاكتويتر عدد الديجريز الموجودة عندي. عادة ديزاين كرايتيريا ايش بدنا، السامبلينج الدامبنج ريشيو must be greater than 0.6 اللي عندي، it's desirable to keep the dominant poles to be slightly under damped اللي عندي، damped natural frequency should not exceed 1 hertz. Sampling يعني هذا sampling rate of 10 samples per second has already been chosen taking this condition into account. الآن اللي بدي أطلع عليها، هي عندي زيتا وهي عندي التي، وبناء عليها بقدر أطلع الإيش الزي تبعتي قديش بدها تساوي، بدها تساوي 0.8187 في هذا المجال. الآن حددت الديزاين ريجن اللي عندي، وبناء عليها بقدر أقول إيش الجي اف اس وإيش الاتش اف اس اللي هي موجودة عندي للسيستم. فالسي دات اللي عندي هذا حسب الستار ترانسفورم أعطتني كيف أحسب السي الأوتبوت، فالجي اف زي عندي هاي حط عوضت عنها في هذا المجال. الـ first order phase lead lag compensator الشكل تبعه DFS بدها تساوي K في S plus A على S plus B، اللي عندي B must be greater than A greater than 0 and a phase lag compensator if A is greater than B. يعني الـ A ايش من هنا بنقول هاي phase lag، الـ A leading الـ B اللي عندي أكبر من زيرو. The impulse invariant discrete transfer function اللي عندي، فلما أحسبها دي اف زي حط عوضنا عنهم بقدر أحسب القيم الموجودة عندي. هاي الشكل اللي عادة بتطلع عليه للكمبنسيتر تبعي في هذا الشكل. النيجاتيف فيدباك وذا كومبنسيتر اوف كونستانت جين دي زي بدها تساوي كي اللي عندي، وبقدر احسب قيمة كي زي ما حكينا لما اجيب هذه المعادلة بدها تساوي الماجنتود عندي بدي يساوي 1، فبقدر احسب بناء على، وهنا بعوض بدل الزي بالديزاين
بوينت تبعتي الموجودة عندي، فبتعطيني قيمة الكي هاي. هذه بتعطيني قيم وقتيش اللي بصير الانترسكشن للبريك ان والبريك اواي بوينتس للسيستم، فبلاقي زي بدها تساوي ماينس 3 وزي بدها تساوي 1 للبريك ان والبريك اواي بوينت الموجودة عندي. الروت لوكس بلات اللي عندي بلاحظ هذه البول اللي عندي هنا راح للزيرو، وهدول راحوا في هذا المجال. الآن أنا بختار قيمة الكي اللي بدخلني وين في الديزاين ريجن اللي أنا بدي إياها في هذا المجال، وهذا التعديل اللي عندي. بس أهم شيء باجي بتطلع على الريسبونس تبع السيستم تبعي. هذا الحاجات اللي بتطلع فيها لما أنا بدي أتكلم على الديزاين تبعي. ويعطيك